مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم من جديد. لأمامنا نفس القصة تقريبا اللي ولينا كنعيشوا هاد الأيام، قصة الغدر، قصة الخيانة، قصة الهروب. هاد السيد كان مزوج مع الزوجة الأولى وتوفات ليه، واللي كان ولد معها بنت عندها 17 سنة ياك؟ 12 سنة. ومن بعد عاود تزوج بواحد السيدة أخرى، يعني من اللي توفات ليه الزوجة الأولى، يعني سترها، تزوج بها على سنة الله ورسوله، ولد معها جوج الوليدات، واحد سميتو يوسف وواحد أيوب. ماشي مشكل، الأمور بخير ولا خير. السيد خدام كيبيع التليفونات، كيبيع وشري، المهم مقلب على راسو. هاد السيد فاسي وجا لمدينة الدار البيضاء اللي وقعوا ليه هاد الكوارث هنا. القصة فين وقعت؟ ملي الأب ديالو مرض، هاد السيد مشى يشوف الأب ديالو في مدينة فاس. فاش رجع يعني تصدم، لقى السيدة هربات ليه من الدار بالولاد، ومشات مع صاحبة. هاد الصاحبة اللي كان كيشوف الصور ديالها معاه، كتقول لي هذا ولد خالتي، لأنه ما كانش كيعرف العائلة ديالها كاملة. فمن بعد مشى سول العائلة ديالهم على هاد الصور اللي كاينين، قالوا لي هذا ماشي ولد خالتها، ما كنعرفوه، ما كيعرفنا. من بعد البحث عرف بأن هذا صاحبة، يعني قبل ما تزوج هو اللي رجعت معاه. هادشي اللي قلت ياك، ورجعت معاه وهربات. هادشي اللي قال هو الوليدات مشاو ليه الدار، الفراش هي مشات. المهم هادشي ولا صعيب هاد الايام اللي كنسمعوا هاد المسائل ديال الهروب وديال الخيانة والغدر. اشرح لنا وعاود لنا شنو وقع بالضبط. هذا نولي ولد خالتي، هذا كتقول لي ولد خالتي صافي. اش بعدك تصور اش معاه؟ تقول لي ولد خالتي، كتقول لي ولد خالتي، وسمية ديالو مهدي. ولد هو ولد صفرو، ولد صفرو، ولد اصلو ولد صفرو. اها، انت ما كنتيش كتعرفو في الاول؟ لا عرفوش. هي هادي قلت له هانية التصويرة وهذا. لا عاود لي كيفاش قلتي لي هانية؟ تعاود لي من الاول شنو وقع بينك وبين مرتك؟ مرتي هي قالت لها شؤون هذا، قالت لي ولد خالتي. انت فين لقيتي التصويره؟ عند المراه. فين؟ التليفون ديالها. في التليفون ديالك كنت كتقلب لها التليفون، لقيتي التصويره معاه. معاه. قلتي لها شكون هذا؟ قالت لك لي ولد خالتي. اها. هي هذه البنيته ديالي سردت لعمتها التصويره. البنت الكبيره ديالك اللي من المراه الاولى. المراه الاولى سردت عمتها. عمتها بقات عندها التصويره. نهار اللي مرت لي الوالد هوت انا الفاس، عيطوا لي غفله، هوت انا الفاس، هوت عند الوالد شفتوه هذا طالع بس شويه. هوتيتو بنتك؟ انا والبنيته. قالت لي البنيته هي التصويرين سرت لعمتي هي عندها. هي انت ما كان في خبرك والو؟ لا عندي لا خبر لا حاجه. هي هذا هو هذا جبت التصويره وريتها لعائلتها، قالت لي لا عائله لان لا براني هذا. جبت بديت نبحث عليه، لقيت ولد صفرو هو. انت باقا ما قلتي لها والو؟ هي والو. طلعت الازا، طلعت الكازا، طلعت الازا، لقيت دار خوات لي، هزت لي الوليدات وكل شيء. الوليدات تاهما داتهم؟ داتهم جوج وليدات. انت باش عرفتيها معاه هو؟ معاه هو العساس هذا ديال الحي تما. وريت له التصويره، قال لي هذا هو اللي جا هز، هذا هو اللي جا معاه هز الزور في الفراش وكل شيء. معلم هذا نزل الفراش وهذا ومعاه واحد جات للدار فين ساكن انت وياها؟ انا وياه هو. انا عايش هو بكازا. هو عايش هنا في كازا؟ كازا عايش بكازا هو، وخدمه ديالو اردني هو، طولي هو خدمه ديالو طولي. طولي هي هذه عيط لها التليفون قالت لي والله لا تشوف الاولاد وشوفهم حياته. اش قال عيطك في التليفون؟ قال لك ولادك والله لا بقيتي شفتهم في حياتك. في حياته وسبني. ما درتش الشكايه ديالك انت؟ درت الشكايه ديالي وشي ودفعت ديال الاسره وشي. بغيت نسولك دابا، ملي عرفت قبل ما تزوج بها كنتي كتعرفها؟ انا اول مره اللي عرفتها بفاس. اول مره عرفتها بفاس؟ قالت لي انا خدامه بالديور هذا، قلت لها هانيه يعني انا باغي الرسول الله عليه يسلم يزوج بي على الاسلام. دابا هي قالت لك خدامه في الديور؟ اه. قلتي لها مرحبا نتزوجوا ونديروا العائله ديالنا؟ اخبار عائلتها وهذا، وعائلتها
هاو مارس ديروا عليا البحث وشوفوا عائلتها ولا عندهم انا هو عينو عزيز على العائله ديالها. عائلتها انا عندهم عزيز. ونحلت بومونا مدوله. يعني انت خدام كتبيع وتشوف التليفونات ياك؟ التليفونات وكلشي. كنت من الاول هبطت السلعه من هنا السلعه. هي نعت لي الله نبقى نطلع ونهود نطلع نهود الترانسبور هذا انا نسكنو لكازا. يعني انت كتجيب السلعه من كازا لكد ديال فاس؟ فاس. يعني كادك تسخسيخ؟ كيجيك بزاف قلت لي نجي نستقرو في كازا. انا نتعاونو بالزمان انا ويا يالس نتعاونو انا ويا الزمان وهذا. بالتالي قلت لها انا هذا نقريب ريتما ديالي وهذا ريتها ب 30000 ريال. 30000 ريال الشهير هذا الفؤاد ريت هنايا ب 2019 شهر 11 جيت سكنت بازا. هادي ثلاث شهور هوت عند الوالد هوت عندو عيطوا لي عائلتي الوالد مريض هوت حالي الفاس من تما ثلاث ايام عند الوالد طلعت لقيت الدار خاويه بالليل مع جوج الليل وصلت لقيت الدار خاويه ما فيهاش الفراش كامل لا قيت لا فراش لا سلعه لا شداتهم يدس الخدمه هو اللي جا معاها هو اللي جا هز السلعه ولا الاساس اللي قال لك نفس الشخص الخش هو اللي انا جا هز السلعه الحوايج ديال اوشي ومع واحد الشيباني واخر هادشي علاش دارتو هي؟ ما عرف عياش عياش عيط لا با بالتليفون دار لا عياش شكون هذا؟ بابا قال لها شكون هذا اللي في هي دس بابا با زدت غادا وغنت الكوادريه ديالي قالت لها شكون هذا هو راجل انا انت ويا هذي شحال انت مزوجه بها انا مزوج بها ب 2013 قالت لها هذا خرجت عليه وهذا وبدات تسبو وياه قلت لها انا دابا بالله سلمت دابا با شنو قال لها اتصل بها؟ اتصل بها شنو قالت لي؟ بينا اها لا بغات تثبتها باها وكلشي ثبات باها وكلشي كلشي هي هادي باها سقينا طلع له الدم طلع له يديه فرع يديه ثلاثه يدي الاصبعان هادو فرعوا له الاب ديالها الاب ديالها البقصه ديالها وهي دابا مازال مزوجه بك مازال مزوجه بيا عندي وقالت لي قالت لي راني مع هذا ولا لا؟ قالت لي قالت بوحده وهذا مع واحد المراه وهذا وهي مع هذا وجاو سكنوا واحد الدار واخرى واحد الدار بقازا اللي سكنت واحد الشهير مع واحد الناس هي وياه سكنت شهر, مع واحد الناس واحد الناس هي وياه هي وياه شكون اللي قالك هادشي؟ مول الدار واخرى نقلب عليها انا انت كتقلب عليها دابا نقلب عليها اها نقلب عليها قالت لي قالوا لي سكنت هاد المراه هي وهاد بنادم حنايا شنو شنو باغي ترجع معاه ولا باغي ولادك؟ انا بغيت ولادي. ولادي باغيها وهذا. باغي ولادك؟ ولادي. باغي ولادي نرجعهم عندي انا ولادي نوحشهم. انا ولادي هما التصاور ديالهم كلشي. الله يحفظهم لك الله يحفظهم. تسمع الخير ان شاء الله عليهم. ولادي باغيهم ولادي باغيهم نموت عليهم انا هم عليهم نخدم عليهم كلشي. نضرب التماره على ولادي. الله يسمعك خير عليهم ان شاء الله. امين. وديك الساعة تقول لك طلقني ولا تمشي بحالها ولا الله يعاونني يعاونها. هي ما قالت لك والو تما كنت كتحس بحتى شي حاجة. لا والو. جينا لكازا عاد تبدلت. جيتو لكازا تبدلت. تبدلت. هي الأصل ديالها منين؟ أصلها فاسي. هي أصلها فاسي، أنت فاسي وهي فاسية. هي الأصل. والآخر من صفرو. والآخر من صفرو. هي الوجه وهي وآخر صفرو. هي هادي أنا هي اللي طلعتني أصلا. إذا العائلة ديالكم كاملة كاينة في فاس، ما كاينش هنا في كازا. عائلة أولى فاس. ثم جيتو غير جيتي أنت غير على قبل الخدمة. على الخدمة. جيت أنا على حسب الخدمة هنايا عندي شوية هذا مع المرض وهذا، جا المرض هو أنا هذا أنا خدام على راسي الحمد لله نجي والنهار نعطيها المصروف ديالي لا هم الأراني وأنت أري عليها هو هذا ولو عمرو سالني شهر واحد. يعني كتخلص الكرة ديالك ما كيتسالك. وشي لا سالني لا واحد. وشنو السبب؟ السبب هو بنادم المهدي هو السبب شكون هو المهدي؟ صاحبها هو السبب انت كتعرفو دابا؟
دابا نعرفوا وشي مشيت العائله ديالو وشي. واش قالوا لك العائله ديالو؟ الام صاحب معاه قديم قبل ما نعرفها انا. ياك مصاحب معاه قبل ما تزوج بنتها. اه وشنو الحل؟ الحل عائلته براسو سردوا الحبس براسه. قال لك دير الحبس ولا دبر راسك منك ليه؟ اه وقال لي عائلته انا طلعتي لقازا واحد اختو قالت لي انا طلعتي لقازا لقطع الطراف. مدوز الحبس وهذا لا خافش لا حبس لا هذا. طيب ملي تزوجتوا كانت اموركم بخير ولا خير؟ يعني انا نقول أنا احسن عيشه انا عايشين انا وياه والضحى والنشاط وهذا عجت الازا. فاس انا واكلين شاربين على الضاحين هذا. فاس ضاحكين واكلين شاربين. عائلتي انا عائلتي احسن مراه هي دنيا. عائلتك يقولوا احسن مراه هي دنيا هي مرتك. مرتك. واشهد انا جينا هنا عادت المراه تبدلت وهذا. ولكن بلاتي دابا قلتي جيتوا لكازا ويتبدل. اه. هو اصلا كان ساكن هنا في كازا ولا جا على قبله ولا شنو؟ هو انا ساكن في كازا. ساكن في كازا. طولي. انا ساكن بالرحمه. من الاول انا ساكن بالرحمه. قدام البومبار ديال البيض ماشي مشكل بلا ما تتهلا. شنو درتي دابا؟ دابا خصني وليداتي نعاون الناس نعاونونا وهذا نلقاو هاد المرا وهذا. درتي الشكاية ديالك؟ عندي الشكاية عندي كل شيء. ودي ما خايفاش؟ هذا ما عرف انا نعطيها 30 عام بلا خافش من المخزن. كيفاش؟ نعطيها 30 عام ديال الحبس لا خافش. هي ويا انا باللي نسبني هو باللي التليفون ديالو. اتصل بك بالنيميرو ديالو؟ ديالو ودابا طافيه. ومشيتي درتي شكاية عليها؟ قيدت الشكاية فاس. فين؟ درتيها في فاس؟ فاس. وانت ساكن في كازا؟ انا ايش المشكل وقع لك هنا في كازا؟ في كازا عندي. وعلاش درتي الشكاية في فاس؟ هي اللي عرفش انا ازا بزايد. نفس البوليس. انت ساكن هنايا، مرتك هنايا، صاحبه هنايا، دارك هنايا، علاش درتي الشكايه في فاس؟ علاش الشكايه في فاس درتها؟ انا الوالد عندي شويه هذا خصني نقابل الوالد. ورا الشكايه خاصك دير هنا شنو؟ انا اللي عرفت انا ازا، ازا اللي عرفهاش بزاف، دابا انا باسهي بالزناقي. هذاك الشيء اللي كديرو في فاس غديرو هنا في كازا بحال كل شيء في المغرب واحد. تمشي دير شكاية مثلا بأنه كيتصل بك، سجلت المكالمة ديالو؟ مشيتلها بفاس عندي، مشيتلها بفاس واحد التليفون ديال وهذاك التليفون هذاك التسجيل دير البوليس قول لهم فوالا هذا السيد راه هو اللي مع الزوجة ديالي وراه كيتصل بيا وكيهدد فيا. الشكاية ديالك تبد داك الشيء اللي كاين. واخا مالك؟ أنا الوحش الوليدات وليدات نوحشهم. توحش ولادك؟ ولادي الله يسلمك. انا وحشت ايوب ويوسف. مشاهدي موقع شوف تي في، كل واحد والهم ديالو، يعني كل واحد والهم ديالو. هو راه اب، يعني رغم المشكل هو راه اب، يعني عنده وليدات ديالو، يعني هزا يعني سرها. فإذا كان هادشي اللي كيقول بانه صحيح فنقولوا عيب وعار وحشومه. يعني الراجل خدام مسكين على قد حالو، كيبيع وشري، كيمشي تلفاس مكلف بها، تهز كلشي وتهرب، يعني غير مقبوله. هو اللي ضحيه دابا كيبكي على قبل ولادو لان توحشهم ومن حقه. الله يصوب ليه يا ربي. شحال دابا باش وقع هاد المشكل؟ هادي 3 شهور. هاد 3 شهور. 3 شهور هاد ما عرفتيش فين ساكنه؟ ما كتعيط ليها والو؟ لا لا عيط لها والو. ما كتجاوبكش ولا شنو؟ برا واجبني وبرا لا، وبرا نقولها معاه هي معاه. ومره وحده عيطت لي هي دي سمع المؤلية الشريعة خدامة. هي عيطت لك؟ اه. عيراتك ولا شنو؟ لا عاير لي وهذا. واش هي عيراتك تتصل بك؟ عيراتني عيراتني ولي سمع لها خدامه في الشريعه. الشريعه ما عرفني الشريعه. قالت خدامه في شركه؟ اه.
هو والولاد مازال عندها؟ واش ساكن معاها هو ولا شنو؟ اه ساكن معاها. ولادك تما معاه؟ معاه. الله. انا واحد النهار صونيت عليها، وليت صونيت عليها، صونيت عليها نلقى واجبني هو، واجبني التليفون ديالها هو، ولا تسمع الهضره ديال ولادي واه وليت سير الشماته وهذا والله الا شوف ولادي. هي كتعيرك هو كيعيرك؟ اه. شوف ربي كبير ان شاء الله. ماشي غير انت اللي واقع لك هادشي، راه العديد من 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 سميتو هاد المشكل ديال. لا 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 الظلم وبعد عن الأسرة وما ما عارفش الدنيا كيفاش دايره هنا في الدار البيضاء، رغم أن كل شيء بحال بحال، الإجراءات بحال بحال، يعني في أي مدينة مشيتي بحال بحال، ما عرفناش كيفاش غادي نعاونو وكيفاش نقدروا ن دابا نعملو ليا العساس اللي بات عندهم. العساس اللي كتبات عندهم؟ هو العساس. الحمد لله. العساس هما اللي عاملو لي هذا، هما اللي عاملو لي عطيو لي الماء لا والو. هما اللي كيعطوك الماكلة دابا؟ الخيانة الزوجية، هذا هو الموديل الجديد ديال الخيانة الزوجية، أن المرأة شي مع صاحبة ودير وليدات. المهم ما عرفناش كيفاش غادي نقدروا نعاونوا السيد، والله العظيم قبل داك الوليدات ديالو يعني ما خاصهمش يعيشوا في هذا الجو اصلا. والبحث عليه هنايا هو سعيري ولا جرب الارقام بهاد. هو سكيري؟ سعيري بزاي. سكيري مزيان. باش عرفتيها؟ الدراري ديال الرحبان وهادي. كيعرفوه؟ كيعرفوه مزيان. هو هما يوريوك الدار ديالهم. الرحبان رحل من تما. رحل من تما؟ اه. نعم نعم. دار والدي دابا انت كتعرف الدار ديالهم؟ اه بس فرنسا انا هو. لا ماشي في صفرو هنا في هو دابا ساكن غير بوحدو في كازا. غير بوحدو. دابا عندك غير التليفون ديالو وديالها. اه ديالها مازال خدام وديال خدام، مرة نخدمو مرة نطفيه. دابا كنقرا بعض التعليقات، الناس كيقولوا طلق. اش غيطلق؟ راه خاص ولادو، باغي ولادو خاصو يشوفهم. هي فين هي؟ هي راه هربات يعني مع واحد اخر عايشه هي وياه، ودات حتى الولاد يعني بلا ما تطلق بلا حتى شي حاجه، راه عايشه مع واحد يعني خيانه زوجيه. كيفاش غادي يطلقها؟ كيفاش هاد الولاد فين غادي يشوفهم؟ 3 شهور ما شاف ولادو. ها هو طلقها، فين غادي يستدعي؟ فين غادي يستدعيها؟ فين غادي يدي ليها الدعوه ديال الطلاق؟ راه ماشي غادي يطلقها، راه العنوان فينا هو فين كاينه هي اصلا باش يبلغها. خويا عطينا الرقم ديالك غادي نحطوه الا كانت مساعده اي واحد، عفاكم يكتب الرقم ديالو. الوقت كدور باش نديرو في بالنا، الوقت كدور والزمن غدار، نقولوا الله يسر وصافي. 06 الرقم هو هذا، كل واحد يكتبو عفاكم للمساعده، اللي باغي ينصحو ولا يوريه شي طريق اللي غادي يمشي عليها باش السيد ما يبقاش تالف، لانه في الدار البيضاء يعني ما عنده حتى شي واحد هنا. 06 35 15 88 10 06 هذا هو الرقم ديالو، غادي نعاودو نقولو عفاكم ديروا خير في هذا السيد. كتبوا الرقم اللي باغي تساعد معاه، اللي باغي تعاون معاه يتصل به. 06 35 05 35 35 15. لا بلاتي دوختيني دابا. 06 35 35 15 15 88 88 10 10. هذا هو الرقم ديالو. درتي شكاية في المحكمة؟ مشيتي فاس عندي فاس. تقول شي يديرو فاس؟ اه لا عارفش هاد البلاد هادي. وهي كاينة في كازا وانت في كازا ودافع كلشي في فاس ليه؟ على حساب العنوان زعما ياك؟ اه العنوان ديال الارض ديالي.
والارض ديالك. والله يسمك بالخير ان شاء الله يا صديقي، الله يسمك بالخير. دابا ما قرب على التليقه، راه ماشي مشكل الطلاق، راه يطلق غادي مالو غادي يرجع ليها. راه المشكل هو التبليغ، الطلاق راه خاصك تبلغ. فين هو العنوان؟ فين كاين هي اصلا؟ هو مسكين ما عرفاش حتى فين مشات، يعني مخشيه مع واحد ساكنه هي وياه، فين الله اعلم. الوليدات هما معاه، الا بغى يبلغها فين غادي يبلغها؟ هي بقات هنا في الدار البيضاء مع واحد اخر، يعني خلات راجلها ما كادير لها. شكرا امال، شكرا ابراهيم. الناس اللي كاتبين لنا الرقم 0035 15 88 10، هذا هو الرقم. وهذا الرقم ديالي. الله يصوب لي ان شاء الله. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. نتمنى لك غير الخير ان شاء الله، تسمع تسمع اخبار زوينه على وليداتك ان شاء الله. الله يفرحك خويا، الله يسر لك الامور.